بكره فريق النادي الاهلي هيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه سان جورج الاثيوبي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في مباراه العوده لدور ال 32 لبطوله دوري الابطال الافريقي. مباراه مهمه، الاهلي قدر ان هو يكسب في مباراه الذهاب اللي هي تعتبر خارج ارضنا بثلاثيه مقابل شيء، ولكن في مثل هذه المباريات بيبقى عندك الفكره اللي الكابتن احمد سامي كان لسه بيتكلم عنها وهي الروتيشن. كيف تستطيع ان تعمل الروتيشن من خلال هذه المباريات؟ هتقولي روتيشن من دلوقتي يا عم اسلام، ده احنا ما لعبناش 3 4 ماتشات. هقول لك اصبر اصبر، الماتشات اللي جايه عامله ازاي؟ الماتشات اللي جايه انت في اي في توقيت معين، اعتقد في شهر من اواخر 11 كده لاواخر 12 النادي الاهلي هيلعب كل يومين كل 3 ايام مباراه يوميا، كل 3 ايام مباراه. ولكن هناك امور واشياء اخرى من وجهه نظري في هذه المباراه مستر كولر عايز يحققها في مباراه العوده امام بطل اثيوبيا. النهارده كان الفريق حصل على راحه سلبيه لمده 24 ساعه على ان يستأنف تدريباته ثم يخوض معسكر يوم الخميس القادم.